أنا هاتفياً بشأن هذا الموضوع من كركوك، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية وسام توفيق، مرحباً بك. إذا نفذتم حملة إغاثية في مخيم ليلان الثاني بمحافظة تميم، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة. تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. حياك الله. الله يبارك فيك، في سلسلة الحملات الإغاثية التي تقوم بها مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية، حيث قدمت السلات الغذائية على العائلات النازحة من قضاء الحويجة، وكذلك من قضاء بيجي، وكذلك من قضاء الصينية التابع لمحافظة صلاح الدين، والتي تقطن مخيم ليلان سوء الواقع على بعد 25 كيلومتر شرق مدينة كركوك، حيث وزعت مؤسسة العراق 400 سلة غذائية منوعة المواد التي تحتاجها تلك العائلات في داخل مخيم ليلان 2. نعم، طيب كيف وجدتم أوضاع النازحين في هذا المخيم؟ أوضاع النازحين عزيز أوضاع يرثى لها ومعاناة لا توصف بكلمات، لأنهم يعانون من أوضاع إنسانية وطبية صعبة جدا، وهذا يتضمن في قلة دعم المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية لهم، وسط غياب كامل للمؤسسات الحكومية، وهذا ما ذكرته لنا إدارة المخيم، وكذلك من معاناة هو عودتهم إلى مناطق سكناهم بسبب أن هذه المنازل مهدمة بالكامل ولا تصلح للسكن، وقد عجز المئات من النازحين عن إعادة إعمار هذه المنازل بسبب التعويضات أو بسبب غياب التعويضات الحكومية لهم، وكذلك وجود الخروقات الأمنية في مناطقهم وتدهور الأمور الخدمية لا سيما التي تتعلق بالصحة والتعليم. إذا ما أبرز حاجات النازحين الضرورية التي لمستموها؟ من أبرز الاحتياجات وكذلك يعني ما ذكرته لنا إدارة المخيم هو افتقار النازحون إلى السلات أو المواد الإغاثية التي تعينهم على العيش، وكذلك يحتاجون إلى مقومات نعم. إذن شكرا جزيلا لك من كركوك، منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية وسام توفيق.